أما برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان، حلقة جديدة ومميزة بعنوان عيد ميلاد النور والحياة الجديدة. وقد استضاف البرنامج في الاستوديو الأب أنطونيو الصبحي، رئيس طائفة الأقباط الأرثوذكس ونائب رئيس المحكمة الكنسية في الأردن. وقد دار حوار الحلقة في عدة أمور، بينها مشاركة الأب أنطونيوس في الوفد السياحي الأردني إلى مصر، ثم عن ماهية الفرح الحقيقي مع صاحب العيد المسيح له المجد، وعلاقة الإنسان الروحية مع الرب، وضرورة الاهتمام بالمغارة أكثر من الشجرة. فإلى هناك. بشكر ربنا في البداية، وبشكر حضرتك دكتورة باسمة على دعوتك لي، و يعني قدرت ليكي هذه الدعوة كثيرا. وانت انا بعرف انك ما بتقصري مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في المملكة الأردنية، مش في عمان بس. وبشكر كمان كل الأحباء العاملين في قناة نور سات الأردن، كلهم أحباء متميزون في كل شيء. كمان أثني على رسالتكم الروحية الجميلة والاجتماعية أيضا، اللي بتبث كلمة الله في نفوس المؤمنين، وأيضا وراء كلمة الله لأنها مفرحة فبتبثوا الأفراح في نفوس كل المشاهدين وكل السامعين. فبشكرك شكرا جزيلا. شكر لله أبونا، وشكر لكم. يعني نحن كمان بفضلكم وبمحبتكم وصلاتكم لنا احنا مستمرين، ومنضلنا نعطي ومنضلنا نتلاقى ونضلنا نبث رسالة النور ورسالة المحبة والسلام والتلاقي. كلنا محتاجين نفرح، بس المفروض يسبق كل هذا علاقة الإنسان الروحية بمولود مذود بيت لحم. يعني ممكن نفرح يوم يومين بكل اللي تفضلتي ذكرتيه يعني، وفي أزيد طبعا، ممكن نفرح يومين ثلاثة ماكسيموم، بس هنرجع تاني لحالة الكآبة القلبية والفكر المظلم، و الحياة ليست لها بهجة في عيوننا. السبب الرئيسي ان احنا اهتمنا بكل شيء في حياتنا ما عدا شيء واحد، ما اهتمناش بصاحب العيد المسيح له المجد. هو عشان هيك اخترنا العنوان لما تفهمت مع حضرتك فيه عيد ميلاد النور. نور يعني فرح، يعني بهجة، يعني مسار، بس مش اللي هيدخل الفرحة في قلوبنا الهدايا ولا الموبايل ابو ثلاث كاميرات أو 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 لا، اللي هيدخل الفرحة الحقيقية هو العلاقة اللي بين الإنسان وبين السيد المسيح له المجد. وهو قال أنتم هحول حزنكم لفرح، ولا يستطيع أحد أن ينزع فرحكم منكم. هذا الفرح الحقيقي اللي بيدوم، لكن فرح العالم مهما كان مسمياته أو هذا فرح مؤقت. الفرح الحقيقي في العيد مع صاحب العيد. في ناس أحيانا، ناس بتدخل بشهر 12 تعمل كل الاحتفالات والترتيبات وكل شيء، وتطلع بعد عيد الميلاد ما تقابلتش ولا قالت كلمة واحدة لصاحب العيد. يعني مع الأسف الشديد فعلا، يعني وصلنا لسنة 2021 وهلا احنا في نهايتها، لكن لسه فيها الفراغ الروحي عند شبابنا وعند صبايانا، اهتمام في الماديات أكثر من الروحانيات. ضاع الروح، ضاع الهدف، ضاع صاحب العيد بين كل هالهدايا. يعني مركون هو في مغارة، محطوط هالتمثال هالصغير، وبيضل هالتمثال الصغير بعده بهالمغارة بقاع هالشجرة. وهذا إذا في ناس عملت مغارة، كمان في ناس كتير بتهتم إنها تسوي الشجرة وبتنسى المغارة، مع إن هي المغارة هي الأساس، هي مغارة بيت لحم. لازم كل إنسان يطلع عليها في بيته بيوم العيد ويتذكر هالطفل المولد عشاني وعشانك وعشانكم وعشان هالخلاص البشرية. لما بنحكي أبونا وسمعتها منك، لما ربنا تجسد ونزل السماء على الأرض
وصارت الأرض ملكوت وصارت الأرض هي السماء. يعني لما سمعت هذا الكلام تأثرت منك فيه لما قلت لنا إنه الأرض صارت سماء لرب المجد لما تجسد وولد من مريم العذراء. فكيف بدنا نقدر نوصل هالمعاني وهذا الشعور بميلاد ملك النور، بميلاد النور والحياة الجديدة؟ كيف بدنا نرجع نولد من جديد بحياة جديدة؟ هبدأ الإجابة على سؤال حضرتك بمقولة. معلش بعد إذنك أشرب. تفضل. بمقولة قبل التجسد الإلهي. نعم. كان يقال للإنسان أنت تراب وإلى تراب تعود. نعم. معروف. نعم. أنت أصلك من تراب هتعود للتراب. ماشي؟ نعم. بعد التجسد الإلهي اللي هو كان بداية بعد البشارة، بشارة الملك جبرائيل للعذراء، التجسد الإلهي عمانوئيل إلهنا، عمانوئيل يعني الله معنا، ها؟ نعم. وعظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، هيو في المغارة، في مغارة هيو ظهر، الناس بدأت تشوفه. شوف شوف. نعم. ماشي؟ بعد الفداء اللي تم على الصليب اللي كانت بدايته التجسد الإلهي بعد البشارة، بعد الفداء اللي تم على الصليب يقال للإنسان مش أنت تراب وإلى تراب تعود، أنت سماء وإلى سماء تعود. يا الله يا أبونا، أنت سماء وإلى سماء تعود. فالتجسد الإلهي هو النور، عشان هيك اخترت مع حضرتك العنوان. نعم. عيد ميلاد النور. نعم. عيد ميلاد النور لازم نفرح، ولازم يكون في علاقة بين الإنسان وبين ربنا. كم ألف مسيحي من كم مليون مسيحي بيقفوا ليلة عيد الميلاد ويشكروا ربنا، أشكرك يا رب إنك تجسدت عشاني، إنك أنت تجسدت عشاني، أشكرك يا رب. نعم. أشكرك يا رب أنك تركت عرش سماك وجيت بين البشر. على فكرة المسيح ما تألمش أسبوع، إحنا بنسميه في الكنيسة أسبوع الألم. نعم. المسيح تألم له المجد، تألم 33 سنة. نعم. مع البشر. نعم. بس هو جاي بإرادته، هو صلب بإرادته. نعم. هو فدانا بدمه، دفع كل الفواتير اللي علينا إن صح التعبير، كل النقائص تبعتنا، كل هذا من محبته لينا. وقال لكل إنسان، قال محبة أبدية أحببتك، لأجل ذلك أدمت لك الرحمة.